معنا من أوتاوا الدكتور سيد محمد عبد الله، نقيب أطباء السودان في كندا والناطق باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان. دكتور، بحسب التقارير هناك آلاف الجثث في شوارع الخرطوم ومناطق أخرى تتعرض للتحلل لأنها لا تجد من ينقلها. أولا حدثنا عن حجم هذه الكارثة لو سمحت. شكرا لكم وتحية لكم ولطاقمكم العامل ولمستمعيكم. الكارثة هي كارثة كبيرة حتى قبل بداية الحرب. هذه المشارح تكدست بالجثث، وبحسب وزارة الصحة هناك أكثر من 3000 جثة في المشارح فوق طاقة هذه المشارح بأضعاف. والآن مع هذه الحرب اللعينة، وكما ذكرتم كلما اتسعت رقعة الاشتباكات كلما ضاق الأمان وكلما كثرت الكوارث، فهناك هذه الجثث المنتشرة. هناك الأثر النفسي، الناس لا تتطرق إليه، الأثر النفسي الذي يبقى في النفوس خصوصا لدى الأطفال ولمدة طويلة، بالإضافة إلى تراكم هذه الجثث والدماء المنتشرة وما يؤدي لتوالد الذباب والحشرات، بالإضافة إلى هطول الأمطار أيضا. كل هذا ينقل هذه المواد التي تتعفن وينقلها إلى المياه الجوفية، وتتلوث المياه أكثر للأسف. ومع هطول الأمطار ليست هناك جثث حسب، بل تراكم الأوساخ يؤدي إلى زيادة توالد الذباب، وتوالد ووجود المياه يؤدي إلى زيادة توالد البعوض، وهناك زيادة في أوبئة مثل الملاريا والحمى الضنك وكل الحميات الأخرى. صحيح، إضافة وهو ما إلى حذرت منه منظمة الصحة العالمية، حذرت من انتشار وباء الملاريا بسبب هذه الجثث. ولكن دكتور عبد الله، أود أن أسألك عن نقطة ذكرتها حضرتك في بداية حديثك، وقلت بأن هذه المشكلة هي موجودة قبل الحرب وكان هناك تكدس للجثث في المشارح. لماذا؟ نعم، للأسف يعني بعد فض الاعتصام الذي كان هناك آلاف من الناس فيه وراح ضحيته آلاف من الشباب العزل الذين طالبوا بحريتهم وطالبوا للشعب السوداني بالعدالة والديمقراطية والحرية، فللأسف قتل الآلاف منهم وتكدست هذه الجثث ولم تتم الإجراءات القانونية لقلة أيضا الكادر الذي يعمل بهذه المشارح. فأتت بعد ذلك مشاكل انقطاع التيار الكهربائي، ثم أتت هذه الحرب لتقضي على ما تبقى من مياه نظيفة ومن تيار كهربائي. كل هذا أدى إلى أن يعني نصل إلى هذه المرحلة للأسف. طيب، ألا يمكن مناشدة الأطراف المتقاتلة من قبل منظمة الصحة العالمية، جمعيات خيرية، للسماح بلم هذه الجثث وربما دفنها بما يحافظ على كرامتها وأيضا يحمي المجتمع من الأمراض التي قد تتسبب بها؟ نعم بالطبع، يعني ناشدناها ولا زلنا ولا حياة لمن تنادي، وناشدنا هذه الأطراف بفتح ممرات آمنة ليس فقط لإزالة هذه الجثث ودفنها بالطريقة القانونية والطريقة الطبية الصحيحة، بل أيضا لسهولة تحرك الكادر الطبي وسهولة نقل المعينات. ولكن للأسف يعني هذا لم يحدث، خصوصا مع اشتداد المعارك تزداد المعاناة، حتى المواطنين لا يستطيعون التحرك لتلقي العلاج، وحتى الكوادر الطبية لا تستطيع التحرك للذهاب إلى تلك المشافي لتقديم خدمات. إضافة إلى أن هؤلاء العاملين في الحقل الصحي إذا كانوا في المشارع أو في المستشفيات من أطباء وكوادر صحية أخرى لم يتلقوا رواتبهم لمدة 4 أشهر إلى الآن. فكيف يعقل أنه يعني هؤلاء بشر يريدون أن يطعموا أنفسهم ويطعموا عوائلهم
يحتاجون لما يوصلهم، ويحتاجون لممرات آمنة حتى لا يتعرضوا للخطر. شكرا جزيلا الدكتور سيد محمد عبد الله، نقيب أطباء السودان في كندا والناطق باسم اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.